بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، لازلنا نتواصل معاكم ونحن دائما في تواصل مع هذه الانطلاقات الجميلة. شوطنا 11 الذي انطلق منذ لحظات قليلة، شوط لا يقل أهمية عن بقية الأشواط. وهناك معزم محمد بن سالم ذويب العامري على المركز الأول، النقلة على المركز الثاني. هناك شاهين محمد وخلفان الغويس السويدي، وفي المركز الثالث مخلاب سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي، وفي المركز الرابع أيضا شمعدان محمد بن حمد العويسي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس أسد، هناك محمد أغلام موسى أحمد البلوشي مع جاسم محمد حنيف في التضمير، وفي المركز السات اللي في المركز السات مشعل نواب بن نوح بن أحمد البلوشي، وفي المركز السابع أيضا هناك سراب سيف بن راشد بالشاوي أو سيف بن راشد الشعالي العليلي مع سادس المراكز، وفي المركز السابع والثامن شعار الحشيم علي بن موفي علي الدوسري، وتاسع المراكز هنا شكلان لمشعل بن راشد بن سيف الشعالي العليلي، وفي المركز العاشر مسموح لعبد الله بن سالم علي بن عبده الشامسي. هكذا كانت النتيجة مستمعينا الأعزاء، وعنواننا وطريقنا الدائم هكذا كان الوصف التفصيلي. ما شاء الله العشرة المراكز ذعناها عليكم كاملة مكملة، ومن في الصدارة، من في المركز الأول بن ذويب ما شاء الله مع معز محمد بن سالم ذويب العامري اللي مسيطر مع المركز الأول. يا سلام يا العامري، أظني يبقى يودي السلام من ميدان الطي، ميدان الطي، ميدان الأصالة إلى 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 هالعين. هالعين يستاهلون 2 كيلومترات. إحنا قطعنا 2 كيلومترات من عمر هذا الشوط، واللي تبقى 2، اللي تبقى 2، هل بتسوي عملية تكتيكية هروبية من هذه اللحظات، ولا هناك عنده متذخر بشيء بن ذويب، متذخر بها، عنده نهاية جميلة. أتمنى إن شاء الله التوفيق. المركز الثاني هنا مخلاب سهيل بن مبارك بن مرخان شمعدان، ثالثا محمد حمد العويسي، المركز الرابع أسد الله يا الأسد إذا كشر عن نيابة، أيضا جاسم مضمرة لأنه خطير جاسم، محمد غلام موسى أحمد البلوشي مع جاسم محمد حنيف أيضا في التضمير. يلا يا بن حنيف النقل على المركز الخامس، هناك مشعل نواب بن نوح بن أحمد البلوشي، مياس اللي وصل في سادس المراكز، ولا سراب سيف بن راشد الشعالي العليلي المركز السات، ولا نعم اللي هو حشيم علي بن موفي بن علي الدوسري المركز السابع، هناك شعار نواب بن نوح بن احمد البلوشي المركز الثامن، هناك ياتينا مسموح عبد الله بن صالح بن عبده الشامسي المركز التاسع، اللي في المركز التاسع ايها الاخوه شكلان مشعل بن راشد بن سيف الشعالي العليلي. هكذا كانت نتيجتنا. ودني عند بن ذويب يا خليل، ودني عنده، خلني اشوف شو عنده في النهاية. يكم اندفاع ما يخف وتالي اي خب يبدن ما يعرف الخبيب هنا عند المعركة الطاحني. يلا يا بن ذويب معز محمد بن سالم بن ذويب العامري مسيطرا متابعا لهذه الانطلاقات الجميلة مع 800 متر الأخيرة، ولكن القادم اللي وصلونا في هذه اللحظات اللي وصلونا يبون يشاركونك المعركة. وصلك نواب يا نواب 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 هنا في المركز الثالث مشعل نواب بن نوح بن احمد البلوشي، ولكن الاسد محمد غلام موسى احمد البلوشي، جاسم محمد حنيف التضمير، سراب، ولا هناك نعم سيف بن راشد الشعالي العليلي مع اللحظات الاخيره. رابعا المركز الخامس حشيم علي بن موفي بن علي الدوسري، اوصلوك هالبطلايم اوصلوك هالبطلايم، يصير راس ويبغي ينتهي راس،
الجواز رقم القياسي محطمنا ونسرحن ما شي وسواس بن ذويب جهاز بندنا عليه حرز الله من الناس ونحيدهن ما يوصلنا نحيدهن ما يلحقنا نحيدهن ما يسبقنا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن إلى معزم إلى مدينة العين سلام سلام بن ذويب سلام وشق الله دارك على هذا الأداء الجميل هذا الأداء المميز. المركز الثاني اللي في المركز الثاني نواب بن نوح البلوشي. المركز الثالث للسيد سيف بن راس الشعاني العليلي. المركز الرابع هناك موسى محمد دغلاب موسى احمد البلوشي. المركز الخامس حشيم للسيد علي بن موفي بن علي الدوسري. هكذا ايها الاخوة عشنا معاكم احلى لحظات 6-8-63 جزمنا الثاني. تهانينا يا بن ذويب على هذا الاداء الجميل هذا الاداء المميز.